بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. وحارس الاهلي يعود اليكم من جديد. بالنسبه ده كلام يعني تسيب الجمال والحلاوه والقمر اللي منور الاستوديو ده وتيجي عليا انا؟ يا راجل يا راجل، خلي الناس تكحل عينيها بالكاس بتاع السوبر، خلي الناس تقول يا رب كمان سوبر، يا رب يوم التلات يكون في كاس كمان جنب الكاس ده، وان شاء الله وباذن الله وبدون مقاطعه يبقى موجود جنب اخوه في الاستوديو باذن الله. هو ده الاهلي. لما قلت لك قبل ماتش السوبر وكانت اللازمه بتاعتنا السوبر يا اهلي، ال 15 يا اهلي، كنا بنتكلم وكلنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا مش هيضيع تعب الناس دي. ممكن يصادفهم سوء حظ، ممكن يوم ما بيكونوش موفقين بيه، ودي حاله بتحصل كل سنوات في النادي الاهلي اللي السنه اللي فاتت فاز في 21 مباراه متتاليه في وقت كان الجميع بيراهن انه هيقع وان الدوري العام خلص السنه دي والاهلي مش هيفوز بيه، لكن هو الاهلي. وكل مره لما بعمل لكم مقدمه بعمل لكم مقدمه من تراث الاهلي، من خبراتنا مع النادي الاهلي، من نجاحات النادي الاهلي. فالفوز بالسوبر الحقيقه للامانه الشديده الاهلي ظلم في هذا اللقاء، لان المباراه تخلص مرتاح من 3-4-1 عشان برضو نكون امنا يعني، لكن دي كرة القدم. وكمان يحصل بقى السسبنس والتشويق والشغلانة والحدوتة، وبعد ما هنجيب الخمسة ورضا سليم تقوم تضيع ونقوم نضيع، وبعدين يقوم شناوي يتألق ويصد من شيكابالا، وبعدين نقوم نسجل يقوم الزمالك يضيع والدنيا تمشي وربنا يكرمنا بكاس السوبر اللي نستحقه عن جدارة. سيبك بقى من أي كلام، أصل أنا ما بحبش موضوع الاتهامات. أوعى دايما، هديك نصيحة، اوعى دايما تحط نفسك في موقف الدفاع، دايما حط نفسك في موقف الهجوم، لان دي طبيعتك. يقول لك بطولاتك بالمش عارف ايه، قول له الله يسامحك. يقول لك اصل مش عارف الحكم عمل ايه، قول له معلش. يقول لك اصل البطوله اللي كانت سنه 13 قبل اختراع مش عارف ايه، قول له يا سيدي الله يسهل لك. انت خليك ماشي قدام وماشي في سكتك. وانت بتكسب ليه؟ لانك دائما وابدا لا تدعي المظلوميه، ولانك دائما وابدا كل ما بتكسب زي ما قلنا كده في المقدمه، كل ما بتكسب مش عاجبك بتفرح ساعات، في ناس بتفرح سنين وحقها، في ناس بتفرح شهور وحقها، في ناس ممكن تفرح قرن من الزمان ببطوله وبرضه حقها. انت لا، انت لو الفرحه زادت عن 24 ساعه يقول لك اصحى فوق، ايه يا عم، لك عندي بطوله، عندي ماتش، عندي تمرين، عندي فتره اعداد، عندي مباريات. دائما وابدا كده. عشان كده لما تعد بطولات الاهلي في الدوري وفي الكاس وفي السوبر المصري وفي السوبر الافريقي وفي بطولات دوري ابطال افريقيا وفي برونزيات كاس العالم، وان شاء الله كاس العالم قادمه في يوم من الايام بامر الله، هتتعب من العد. بس لا لاعيبه الاهلي ولا اداري الاهلي ولا جمهور الاهلي بيتعب من العد، هو يعد يوميها وبكتير وكمان يوم وبعد كده خلاص. عشان كده أنا فرحان قوي بكأس السوبر اللي مزين الاستوديو عندنا النهاردة، عشان كمان أنتوا تبقوا سعداء، لأن أنتوا أصحاب الفضل، جمهور الأهلي ومشاهدي الأهلي ومتابعي الأهلي. طبعًا اللعيبة تعبت، طبعًا الإدارة تعبت، طبعًا الناس كلها تعبت، لكن الجمهور واللي بيعملوا مع النادي الأهلي والتحفيز والتشجيع والإصرار والعزيمة اللي موجودة منكم، كل ده بيتنقل للعيبة. عشان كده دايمًا أقول لك الجمهور الروح بتاعة النادي الأهلي، وبيجيبها منين؟ بيجيبها من حضرتك. البطولة دي كانت مهمة، والبطولة دي كانت غالية، والبطولة دي كانت مطلوبة في هذا التوقيت بالتحديد، لأن أنت خسرت بطولة. وأنا دايما أهو بقول إنه ركلات الترجيح ما بتتحسبش النتيجة فوز فلان على فلان، لكن متابعة. لكن النهاردة أنا كمان هسألك سؤال، واعملوا ده هاشتاج ولا اعملوا سؤال زي ما أنتوا عايزين تقولوا، مطلوب من الأهلي إيه قبل مباراة العين؟ لأن مباراة العين مباراة صعبة جدا، أنت بتواجه هجوم رائع، وبتواجه فريق سيبك من نتائجه اللي موجودة هناك. ممكن تكون الدنيا شوية، لكن ده فريق قوي وفريق محترم وفريق على أعلى مستوى. يعني بعد شوية كده هستعرض أنا وفارس وأسامة الفرقة بخططها، بتشكيلها، باللعيبة اللي موجودين، بجهازها الفني. لا، أنت رايح مع فريق مصنف وفريق قوي، قوة غير عادية، نادي العين الإماراتي. وماتش 90 دقيقة، وإن شاء الله يبقى 90 دقيقة بس، إن شاء الله يحسم بطولة قارية جديدة للنادي الأهلي، ونحن دائما وأبدا نعشق البطولات.
دي مقدمة لابد منها عن الكاس وعن البطولة وعن السوبر وعن الأبطال وعن الرجالة. بس أنا عايزك تبص كده، هنحاول نعرض لك شوية لقطات موجودة. شوف الروح بتاعت لعيبة النادي الأهلي كانت عاملة إزاي، شوف لحظة ضربات الترجيح وهي بتتسدد، شوف كل واحد عامل إزاي، شوف كل واحد قلبه على فرقته إزاي. كانت بصراحة ملحمة رائعة في حب النادي الأهلي، عشان كده ربنا كللها بالنجاح. مش واحد حد بيلعب مكانه يا رب يضيع يا رب ما يصدش يا رب. اللي عايز اقوله انه كان في حالة من التكاتف، الجميع مع بعض عايزين يقولوا يلا يا اهلي السوبر يا اهلي.